جمعتنا الصدفة وصرنا الو بونسوار كارلا. بونسوار، كيفك؟ طمنيني عنك. منيحة. شو خبريني، قريتي؟ هلا كنت عم بلش اقرا. حاسك مانك محمس كثير. لا بالعكس، بس انه فاجأتني. ما هي الحياة فرصة وانت لازم تسرقي الفرصة سرقة. ايام بدي اقول لك منتج بيقول لك انه في دور لازم تقرري فورا. انت لازم تقرري يا اما بيروح عليكي. الحياة ما فيها انتظار، بس تنتظر هي بتضيع عليك كتير فرص. ولورا مخرجة كتير مهمة وعم تعمل شي كتير حلو، وإحساسي إنه أنا وياك حنعمل شي كتير مهم بهذا الفيلم. وأنا كمان. خلص مثل ما بدك، أنت قري وردي لي خبر. أوكي. يلا باي. باي. قلتي له انك انت بتدرسي تمثيل؟ ايه هيك طلعت معي. ايه حبيبتي، بس هذا هشام مراد، يعني ببساطه فينا نكشفك انه انت مالك بالمعهد. ايه بجوز، بس انا حبكتها مزبوط. اها، وانا عم اقول لحالي ليش عم تسالي عن تشيخوف وعن الكتب المسرح، وانا من جد بدي اعطيتك الكتاب. انت ما تشوفي ياسمين، بس عطتني الكتاب سالتني 100 سؤال، فتحت تحقيق بتعرفوها. هلا المهم شو بدي اعمل؟ مع ياسمين ولا مع هشام؟ مع هشام طبعا. والله مالي غير تحكي له الحقيقة. ايه بس بهالحالة بكون رح اخسره. حبيبتي بالحالتين رح تخسري، هلا او بعدين. والله انا بصراحة بشوف انك انت تقري النص بجوز تكون فرصة كتير حلوة. لانه التمثيل هيك بسيط جدا. ايه بس هي عندها موهبة البنت. لك انا من وين الموهبة؟ هلا على اساس كل شيء كذبتيه مو تمثيل؟ هلا بشرفكم بدكم تساعدوني ولا شو؟ احكي له الحقيقه. كارلا واجهي حالك لو مره بحياتك، كوني كارلا الحقيقيه. انا عندي راي ثاني، يعني هو مو حيال لحدا تقطع علاقتها فيه. لو بتشوفي شو كول، شو جنتلمان. اخ، كل وقت بتلفن لي وبيوصلني على الجامعه وبيهتم فيي. كنت مفكرته من هدول الستار يلي بيشوفوا حالهم وبيتكبروا على العالم. طلع انسان كتير صادق معي. معناها كوني صادقة معه واحكي له الحقيقة. ايه ورجعي لي الكتاب. بونجور. هاي، كيفك؟ ليك اشتهيتكم بهالكروسان وقلت عملتهم من ايدي هات ليدوقون، ف بدي اشوف بس اذا ريما هون.
ريما نزلت على السفارة. فوتي بليز. لا 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 أعوذ بالله، أنا ما بفوت على البيت إذا ريما مش هون أبداً، ما بيصير. ليك عملتهم هيك هيك من إيدي وبدي ريما تذوقهم، فبس ترجع خليها تحكيني يعني إنه تذوق الكرواسانات أوكي، لأنه ما بيصير فوت هلا على البيت. يلا مشوفك شوفك. ليك على فكرة الكرواسانات خليهم خليهم بتذوقهم ريما بس ترجع أوكي. باي باي. هدول بدنا ننقلهم كلياتهم على هداك البراد، وهدول بترجعي لي اياهم لهون، والخبز التازه حكيتوا معه؟ الخبز التازه بتحاكي بجيبهم هلا بعد ساعه دغري، اوكي؟ صباحو. صباحو، لا تقولي لي في درس اليوم وانا نسيان. لا، نازله على الشغل. شغل؟ اي شغل؟ ليش ما خبرتك اني اتفقت مع ميرفت انزل لعندها على المكتب؟ لا ما خبرتيني. ما بعرف. والله يمكن نسيت. آه نسيتي يعني هلأ أنت اشتغلتي واخدتي قرارك. شو بدنا أسامة يعني، هي ما بدها قرار القصة، شغل هذا. آه وأنت قررتي أنك تكوني بهذا الشغل بدون ما تخبريني. لك شو بنا، شو عم بصير معك من الصبح؟ في شي يعني؟ لا أبدا. معقولة أنت؟ يعني أنا كنت مرأة هيك لقلك صباح الخير قبل ما أنزل على الشغل. اه يعني من باب الاخذ بالعلم مو اكثر. مو مشكله يا ستي، صباح النور. انت مو جاي تقولي لي صباح الخير وانا عم اقول لك صباح النور. شو هالوردة هيدي؟ كيف بدي أقله؟ يا الله مني قادرة. يا رب يا رب تساعدني يا رب. دولار مضايقينك انا ممكن اعملها لك، بس بقول لك من دلوقتي مش هتستفيدي حاجه. بس كل اللي بيعملوا شفط بيستفيدوا. مظبوط، بس انت جسمك من النوع اللي ما بيستجيبش للعلاج، يعني في الاول لازم تعملي دايت ورياضه قاسيه جدا، بعد كده نفكر في العمليه. بس انا مصممه اني اعمل العمليه. خلاص انا هديكي نمره دكتوره شاطره جدا ممكن تعمليها. عن اذنك. بونجور. بونجور. شو معنى شكلك متضايقه؟ جيتي بوقت غلط شيء؟ لا ابدا، ده انا حتى خلصت كل مواعيدي. صراحة أنا بعرف إنك خلصتي مواعيدك، وأنا أصلاً أجيت بالبريك، يعني حابب أعزمك على الغداء ورد لك عزيمة امبارح. ماشي، وأنا موافقة. تفضل. إيه يا ابني مالك؟ في إيه؟ لا لا ما في شيء، ما في شيء. طبعاً مستغرب عشان قلت لك آه من أول مرة، كان لازم أقول لك لأ ومش قادرة ومش فاضية والحاجات دي. يا ابني الحياة أبسط من كده بكتير، فيها إيه يعني لما نتغدى مع بعض؟ أحلى حاجة في الدنيا الصراحة. ولا أنت إيه رأيك؟ حلو الكلام. طيب هتغدينا فين النهارده؟ خلاص انت نقي المكان اللي بتحبيه. خلاص اتفقنا. احنا كده تقريبا اتفقنا على اهم تفاصيل شغلك معايا يا نغم. شغلك معايا هيكون بنسبه، لاني بتفق مع الزبائن على نسبه من التعويضات والنفقات اللي بجيبها، وكمان نسبه من حق البيت ده لو قدرنا نجيبه. اوكي اوكي نغم، خلينا نتكلم في المهم. عشان تشتغلي معايا لازم تكوني مؤهله على كذا حاجه، ويكون قلبك قوي وعندك سرعه بديهه، وده شيء انا لاحظته عليكي. انت بنت ذكيه جدا ولمحه يا نغم. شكرا. مش بجاملك، قولي لي دلوقتي انت بتعرفي تسوقي؟ انه معي شهاده سواقه. شهاده سواقه؟ انا مش بسالك على شهاده السواقه يا نغم، ما ثلاث ارباع ناس معاها شهاده سواقه، المهم انك تكوني بتعرفي تسوقي كويس جدا. هلا هو بصراحه يعني انه انا بصلي زمان ما سقت وهون ما عندي سياره. ده معناه ان احنا لازم نعمل لك دورة مطاردة. شو؟ ده مهم جدا. وبعدين في حاجة اهم. شو هي؟ لازم تعرفي تستخدمي ده. انا؟ طبعا لازم تكوني مستعدة انك تدافعي عن نفسك.
نسبة التعرض للخطر عندي في المكتب كبيرة، وانت شفتي ده بعينك. ها قلتي ايه؟ موافقة؟ يبقى اتفق. ها ايه رأيك في المطعم ده؟ انت شو شايفة؟ احنا بقالنا ساعتين بنلف وانا زهقت. ده شكله كويس، خلاص تعالى نقعد هنا. شوف انا الصراحة انا ما بعرف المطاعم، لهيك تارك الخيار لك. خلاص يبقى نقعد هنا. تفضل. سبت الشنطة في العربية دي؟ لا معلش فيها شغلة. ايه رأيك بقى؟ تحب تقعد برا ولا جوه؟ أنا بحب اللي بتحبي. خلاص يبقى نقعد برا. ناطرتك لتخلصي، ما حبيت اقطع لك سلسلة كتاباتك. شكلك عم تكتبي شيء مهم؟ ايه عم بكتب مسلسل. تفضلي. معناتها فينا ننزله خبر حصري. اه عفوا، انا نسيت اعرفك على حالي. انا فرح، صحفية من مجلة تفاصيل انثى. اهلا وسهلا فيكي. اول شيء مبروك الحمل، ثاني شيء مبروك كتابتك للمسلسل. فظيعين انتو، ما بيتخبى عنكم شيء. حضرتك صرحتي شيء عن الحمل او المسلسل؟ بصراحة او بصراحة اكتر مو حابة. صحيح، ماتي للست ميديا، شو جنس البيبي؟ مو للنشر؟ طبعا بنوتي. واو، انا مش قادرة هموت من الجوع. انت مش جعان؟ يمكن يمكن، والشعور في الجوع برضو فيه يمكن؟ يا يا لا، يا ابيض يا اسود. لا قصدي مو كتير يعني. اوعى تكون رجعت في العزومة. لا لا، شو عم تحكي انت؟ انا هاخد ستيك مشروم، بس مش عارفة هاخد ايه سلطة. انت هتاخد ايه؟ ما صراحة محتار، رح اخد مثلك. لو عايز هنا بيعملوا سوشي حلو قوي، ايه رأيك؟ لا لا خلاص، مثل ما اخدتي رح اخد انا. طيب والسلطة ايه رأيك؟ كمان مثلك. طيب شيف سلطة كويس ولا سيزر سلطة؟ انت شو بتحبي؟ مش انت اللي هتاكل برضو؟ انا واثق بخياراتك، انت نائي. خلاص يبقى انا هاخد سيزر سلطة ودايت بيبسي. لو سمحت بليز. اتفضلي. عايزين 2 ستيك مشروم. اوكي. و2 سيزر سلطة. اوكي. وخد دايت بيبسي. اوكي. 2 دايت بيبسي كمان. حاضر. ميرسي. بلفن له وبقول له طيب في ابعث له SMS، اذا تفهم موقفي بيرجع بيحكيني، واذا لا بيبطل يرد علي. انت صار لك زمان بعيده عن وسط الفني، طلعتك الإعلامية اختفت من بعد زواجك، يا ترى زواجك له علاقة بالموضوع؟ لا أبداً، أساساً حفل زفافي نقل لايف وبسته عدة محطات. طيب الحمل له علاقة بشكل أو بآخر؟ لأنه آخر طلة كانت إليك قبل زواجك بعشرين يوم تقريباً بمجلة أمر الشام. شكلك متابعتيني مزبوط. أكيد طبعاً، لهيك أنا مصرة أنك تكوني خبطتي الصحفية. بس أنا آسفة مالي جاهزة. بس الناس من حقها تشوفك وتعرف آخر أخبارك. فيك تعطيني وقت فكر؟ أتمنى أنك توافقي قبل ما تسبقنا الصحافة الصفرة. طيب إمتى فينا ناخذ موعد؟ مم.
هاي هاي كيفك منيحة؟ سألت عنك. ايه الكرواسان، الكرواسانات بعدهم جداد، قلت بدوقك منهم. ثانك يو كثير ومبين عليك ست بيت. سو قررنا. طولي بالك، بدك تضلك واقفة قدام الباب ما تفوت لجوا. حبيبي ما في، ما بدي فوت، بدي فل، لأنه قررنا أنا وعامر نروح على الجبل، ومثل ما بتعرف إنه نحن مغتربين وما بنعرف كثير بلبنان، وبلكي بتروحي معنا. أنا؟ عامر هيك بده؟ بس أخبرك، أنا بصراحة يعني ما بدها تفكير، بليز ما بدها تفكير، أوكي؟ هروح نحن على السوق هلا، بدنا تقريبا شي ساعة، ساعة ونشوفك برا، أوكي؟ إيه يلا، سيو، باي باي باي. شو معنا؟ اسمعيني، ما قلي غيرك. اوكي، اجيت لعندك اخته لعامر، دقيقة بدل هيك لنظهر، بدي ظبط حالي، جو هون شعري الميك اب، ما بعرف شو شكلي مبهدل، شو بدي اعمل؟ عشان تبقي محامية شاطرة، لازم تسوقي كويس. حاضر، رح جرب. يلا. طب شو بلبس يعني؟ فستان ولا جينز ولا تيشيرت؟ مش عارف ياخد قرار واحد في حياته. تخيلي قعدنا نلف مطاعم بيروت كلها، مش عارف يقرر هنقعد فين. يا الله، هلا انت جاي تساعديني بالتياب ما تنقي على استاذ زياد. ماشي ده حتى نوع السمك مش عارف يقرر، مشوي ولا مقلي، لازم انا اللي اختار كل حاجه. يعني مش معقول ما عندي ولا قطعه تياب مثل العالم والناس البسها. لازم اعمل شوبينج، لازم اغير شعراتي، لازم اغير اللوك، لازم اغير الميك اب، لازم اعمل 100 شغله. خلص عبقت من حالي. يعني انا في ايه وانتي في ايه؟ بقولك مش عارف ياخد قرار. طب شو يعني، بلبس فستان او جينز وتوب مهضومين وتافه وما عندوش ثقه في نفسه خالص؟ خلص يا عمي، مش عم لاقي شيء البسهم. بتعرفي شو، رح اعتذر منهم اقول لهم مش قادره اطلع معهم. انتي مش طبيعيه على فكره، يعني انتي هتلغي الميعاد عشان مش عارفه تلبسي ايه؟ هو انتي رايحه عرض ازياء؟ خليك يا بنتي كده زي ما انتي، على طبيعتك كده صادقه وعفويه، مش عارفه ليه بتعملي يعني حساب لحاجات تافهه كده وصغيره. على فكره بقى، انتي شبه زياد في حاجات كتير. بشرفك بلا غلاظه. طب والله العظيم انتي شبهه جدا. طب هلا ساعديني بقى اختي، شو بدي البس؟ مش بقولك شبهه في حاجات كتير. دوسي كويس، ما تخافيش. ايه والله ليتني عم بدعس. ما تخافيش، جمدي قلبك. برافو عليكي، انت كده بقيتي هايله. خلص صار ناطرين تحت، شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل هون يا بنتي؟ ما تعمليش حاجه، انت والله كده زي القمر. من جد؟ ايوه طبعا، انت زي القمر. انا ما اعرفش كريم لها بدها سابك ازاي اصلا. طب انه يمكن ما بيصير انه روح يا بنتي، كفايه تردد بقى. يلا، ما ينفعش الناس تستناكي اكتر من كده. طب خلص، يعني شكلي حلو؟ حلوه وزي القمر. خلص بدي امشي، بس بدي الاقي عوينتي حبيبتي. نعم اهو. نعم حبيبتي، دعيلي ربنا معاكي. انا عايزاكي تفضلي زي ما انتي، على طبيعتك زي ما انا عارفاكي، وما تقلقيش من حاجه خالص، وقولي الحقيقه. يعني حلوه، انا بفهم منك. زي القمر. خلاص انا هستناكي عشان ترجعي تحكي لي كل حاجه. خلاص ماشي، يلا.
تغديت ولا بعد؟ رنا شو جابك لهون؟ جاي اعزمك على الغدا. ايه بس بس شو؟ نانو وينها؟ وديتها لعند الماما، حابة احكيك وكون انا وياك وبس. بس انا عندي شغل وطارق لسه ما اجا. طب خلص ما في مشكلة بنتغدى هون. لا لا خلص خلص متغدى برا. والشغل؟ خلص ولا يهمك قومي يلا. ياسمين المكان كتير بيعقد وكتير حلو، ما هيك عامر؟ كتير حلو، ما كنت متخيله هالقد حلو. بتعرفوا بعد ما شفتوا شيء، شوفوا الجبل قد ايه حلو، في محلات قد ما هي عالية بالجبل فيكم تشوفوا البحر. للأسف إنه أنا ما باقيين لي كتير وقت هون، وبعد الفيزا رح تطلع بهالكم يوم وعبالي شوف كل هالأماكن الحلوة. ياسمين عاملي لنا شي بروجرام؟ هلا أنا مني وعلي ما عندي مشكلة أبداً، بس بدنا نشوف وقت الدكتور عامر. أول شي بلاها يا دكتور عامر وبس. تاني شي ما عندي شي، أنا موافق أي شي بتقترحوه، وحتى لو عندي مستعد فضي حالي كرمالكم. أوكي، بحر أو جبل؟ أي شي له علاقة بالطبيعة، أنا بحب الطبيعة والهواء الطلق. أنا عايزك تفضلي زي ما أنتي على طبيعتك زي ما أنا عارفاكي، وما تقلقيش من حاجة خالص وقولي الحقيقة. وين شردتي؟ دعم الشي كنت عم فكر بجوزي كان يحب الطبيعة. ليه؟ انت مجوزة؟ ايه من 5 سنين تقريبا، بس تركنا. هو اللي تركنا. فصلتوا؟ رسميا لا، بس هيك في نهار وعيد فجأة ما لقيت. كيف يعني؟ كيف يعني؟ عادة الحياة للرجال بيقرر ينسحب من دون أي مبرر. آخر الأكل. يعني بدك تكوني على كفر المجلة؟ على أساس هي أول مرة بكون كفر؟ لا مو أول مرة، بس أول مرة مع ساندي، صح ولا لا؟ إيه بس لسه ما قلت لها أوكي. وليش بقى ما قلتي لهم؟ كأنك صايرة عم تبعدي عن الناس. هلا أنا عم بعد عن الناس؟ جمعتنا الصدفة وسرنا